بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة اليوم تقول: من ترك الأدب لزمه العطب. ديننا الحنيف دين راعى الأدب في كل شيء، ومن يقرأ كتاب سراج المريدين لابن العربي يجد العجب العجاب. 60 أدبا في الطعام، 120 أدبا في أدب الضيافة، بل حتى في بيت الخلاء أوصل 70 أدبا، وغيرها كأدب السفر وأدب عيادة المريض وأدب المسجد وغيرها من الأداب. فما حظك من هذا الأدب أخي المؤمن؟ قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا. هذا الحديث إضافة إلى ما فيه من حكم فقهي ففيه لفتة أدبية، أي أن يستشعر المؤمن أن الأرض كلها مسجدا، فينطلق في جنباتها بأدب المساجد. لذلك قالوا عن السلف: كانوا يدخلون الأسواق بآداب المساجد. أما نحن اليوم فلربما ندخل المساجد بآداب الأسواق من ضجيج وغيرها وغيرها. وكانوا يحرصون على الأدب غاية الحرص، حتى قال ابن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. والحمد لله رب العالمين.